أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. معهد الأمل أنشئ عام 1949 بعد نكبة 1948 اللي ألمت بالشعب الفلسطيني، وهنا نتج عن ذلك تهجير آلاف الأسر. الخدمات التي تقدم لليتيم خدمات منزلية، يعني كما لو كانت في الأسرة، الخدمة في المأكل والمشرب والمنام، التعليم، الصحة، الرعاية الاجتماعية، الرعاية النفسية. عدد الأيتام الموجود في المعهد يتفاوت في حدود 90 إلى 100 يتيم كل عام، سواء في قسم إيواء البنين أو قسم إيواء البنات. أنا بلعب كورة، وغير هيك أنا بدرس، وفي عندي مركز تعليم، وفي عندي تحفيظ قرآن من المغرب للعشاء، وغير هيك في عندي كمان بلعب كورة خطوات، يعني خطوات عبارة عن تلعب وبتنشط وبتكون يعني نشيط. والصلاة والقرآن. أنا اسمي آلاء، أمنيت أن أكون دكتور عشان أعالج المرضى. في عنا مركز تدريب، وفي عنا مركز للدراسة، وفي أحيانا بنعمل حفلات. Thank you.
هناك مشاريع رافدة أيضا اللي هي روضة أهلة، وهذه أيضا تشكل يعني زاوية جديدة في خدمة اليتيم. رسالتنا إلى اليتيم هي الكفالة الشاملة والارتقاء بمستوى اليتيم على كافة الأصعدة، تعليميا، نفسيا، اجتماعيا، صحيا. فهذا إحنا هذا هو الهدف الرئيسي من رسالتنا إلى اليتيم.